سكري صح؟ لا انت لبيك خوينا بيجي اجعل ربي يستر الطويل اللي حصلنا هناك نيه اللي له نغمة إذا دخل ايه اها حلوين هو حاجة طوله من هني ها؟ اي اي انت حبيب الحين نقول لك الطويل حد يطول منه في البرنامج كامل والله فيه ضيق اعوذ بالله يا صلوا على النبي ما شاء الله عليه صلوا على النبي وما تدري ايش يصير لكن الله يجيب العواقب سليمه والله فيه ضيق اعوذ بالله اقول لك تعرف من هو اللي خطير ياكلها اليوم انا ليه ها؟ ايه ما اعرف يا رب احنا جايبين العيد في شيء ما جبنا العيد في شيء ان شاء الله جبنا عيال في واجد صح؟ وين ما جبتوا العيد؟ ذكرني موقف ما جبنا فيه العيد قص لي عن نفسي انا الحمد لله انا معي عيد انا بقى اعرف موقف سويناه هاي الاسبوع كامل ما جبنا فيه العيد شوف كل ما كثرت الاعياد تدل على ان الرياليتي قوي صح؟ يمشي صح حتى المشاكل اللي حصلت بين الشباب والله 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 انها طبيعيه شيء طبيعي حليناها على طول الحمد لله الحمد لله مو بلازم كل شيء نسويه ترى قدام البث في شغلات واجد حليناها تحت البث بالله العظيم اللي وراء الشاشه انه ما يدري عن اللي حاصل باي حاجه والله العظيم ان احيانا تطلع مثلا مواقف بسيطه على الشاشه الناس يفسرون تفاسير ثانيه والله العظيم لا هي من قصد عارف ان مشاهد محكور الا على ما من قصد وان نعز بعضنا تجي بيننا مشاكل ما اقول لك ما تجي ممكن تجي تحت البث اكثر من اللي طبيعي حلو تعامل بشريه لا وعادي المشاكل تصير بين الاخوه واخوه لكن يا طويل عمر سلامه احنا كبار احنا الحمد لله كل منا يقول الزود عندي والطيب عندي نتعداها خاصة عند المشاكل خاصة أنا ما شاء الله الله يسلم عمرك أبو عماد آمين والله إني طيب طيب أبو عماد والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك الله يحبك والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك الله أحبك مما أحبك أتمنى أمنية أن تدوم علاقتي معك طويلا أبشرك إن شاء الله ما دام بيننا الطيب والاحترام يا لب قلبك فهي مستمرة أبشرك جاء ابن احنا بس حان تكفون يا ريجي نفسيا منطع الله جتني رعشه يا عبد الله جتني رعشه يوم قال قرب زايد عبد الرحمن غالب وضعك خايف عند اللفه الطويل منطع الله يا رب انك تستر يا رب الطويل عند اللفه الله يحفظه صدق والله جاء ما ينفع مع هذا ترياس ما ينفع انا اشهد عبد الله لا تجربها معه تكفى عبد الله تجربها معه ثق هاي شغله اقول لك حركات هذه يسوى بعض الدكاتره في الجامعه افتح له الباب احب راسه طيب يعني روح قدام اي لا تكذب علي يا اخي نعم اقول لك يا الربع والله العظيم انه اشد من شخصيه هذاك اللي كان يلبس الله يستر عليهم الله يستر عليه شوف حتى لو انت غلطان تصير غلطه من نفسك اي انا يود ما شاء الله عليك اقول لك الحين قلت لهم قالوا عثما ظنه من قلت انا اني ما سويت شيء لكن توقع اي واحد ما تدري ايش اللي يصير شوف يا ابو عمر من طاع الله ها ابو عمر طبعا الحقيقه انا الحين سمير في الوقت ابتسني من غير قصور بالشباب اللي راحوا انا والله اني اشوفك انت واخوي عبد الله الروقي في فقراتكم اللي طرحتوها عبد الله والله العظيم ثم الله العظيم ثم الله العظيم احنا استفدنا منكم للامانه صدق وانا قد جيتكم تحت لو قد قلت لكم الفضل صراحة. الفضل اي بالله الفضل والله العظيم انكم بيتونا الفضل لله ثم لاخوي عبد الله الروقي عبد الله بدع وافكاره دائما حلوه متجدده لاني انا لو قلت لك مشاني عمر بتقول انت عبد الله الروقي، لو قلت عبد الله الروقي بيقول مشاني عمر، كلكم مشتركين في العلم الطيب ومكملين لبعض. الربع هي الفكره انت عندك هدف كل ما انه عنده هدف صح؟ ان كان هدفك هذا اللي انت تسعى له تحترق علشانه فانت بتطلع كل ما عندك. لا لاني قصدت يا ابو ادري هذا اللي اقصده. احنا يوم قدمنا الاشياء هذه عبد الله يوم قدمنا الاشياء هذه تمس مطمس. يوم قدمنا انتم ان شاء الله انتم تجون ان شاء الله وتجيبون شيء يستفيد منه اللي بعدكم الله يجزاك خير ويكون شيء حلو اللي قبل انا قصدي يعني شهاده حق انا اقولها لك يا بعد داري والله داري شفتك في يعني شفتكم يعني في فقراتكم يعني شيء هادف صراحه
وحققته والله نسبه طيبه صراحه. حققنا عز الله حققنا نسبه طيبه وهذا التوفيق اسعدني. هذا اللي نتعلمه منكم احنا كزملاء لكم وانتم كسفراء قبلنا، احنا نتعلم منكم الشيء هذا وان شاء الله. شوف اخوي انا حققوا شيء زين، احنا نشوف ان شاء الله ونطلع نحقق شيء افضل ازين بفضل الله، ثم فضلكم فضل تكاتفكم في سماح لكم ان احنا ناخذ بعض الفقرات تلمون معنا تشاركون معنا. اكيد اول ناس معكم الله يطول عمرك. اول ناس احنا معكم والله ان محسوب عليك ابو عمر طيب انت ولا الشباب اكيد. فحتى الجمهور لا شاف بيننا هذا يعني الوقفه الطيبه وشاف التنافس هذا، فاكيد ان شاء الله انه بيسعى يجاهد ان احنا نكون يعني الشباب انسى نسباتنا فوق بعض. بدي اقوم اطقك ما ادري ليش انا كل ما دخل واحد طلعت. لا بس وين المشكله ايه وين يا عبد الله يعني وين؟ انا ما دريت شفت قطره بيضه لان الرجال معه قطره جنرال جنرال اسمع اختلفت صراحه بالتعبير يا ابو عمر فان شاء الله انا وصلت اختلفت عشان كذا رقعتك وصلت انت اجعل ربي يسر بس والله يوفقكم ييسركم في ان شاء الله سفارتكم. ما احنا معكم اللي والله احنا معكم اللي يعني. لو تبون افكار عبد الله عبد الله عبد الله لو بغيت افكار والله العظيم اني حاضر واني تم باللي تبي والله تعال لي ابي افكار والله اللي اجهز معك اللي تبي. ابو عمر والله العظيم شهادة حق نحن منكم نتعلم ولا نستغني منكم كلنا نكمل بعض واجب. وان شاء الله ان شاء الله يعني نحقق نسبه حق واجب ها اطيب من نسبه باذن الله باذن الله. هذا شيء يفرحنا وانت تتمناه ولا بعد احنا نتمناه احنا نتمنى الشيء ذا الله يخرجنا منك يا الله يخرجنا الله يا رب يلا يلا وعليكم السلام. تعال ادري من صوت من سلام كنت خايف تعال ايش 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 ما تلاحظ على حاجة ليش ايش السالفة ما بسالفة ما بسالفة اسمع ما تلاحظ تبيك هواء ما تلاحظ على شيء الشباب يسلمون أكثر من مرة يحبوا الخير اي بدو يسلمون بدو تبيك هواء ما بشيء تبيك هواء تبيك تمر اي واحدة تبيك هواء تمر تمر ما عليك كلام طشاري انا والله اني والله من عقب جيتك من عقب جيتك قبل شوي انا داري في هذا قسمك من العطايا اللي اعطاني ابو عبد الله اجر لك ويقول بنسالكم بها في الايام الجايه. انا قد اعطيت مسلط وعطيت دفتر لي هو بعد جانب الجنه لسعيد هنا وين يمكن بلغه ثانيه عبد دكتور سعيد اللي اعطاني لا بويه هذا توفى الله يجعله توفى ظهر قبل سنتين وان شاء الله وعياله ان شاء الله على اتوقع قبل سنتين صادق قبل كورونا اذكر وفاته الله وذاك تابع ما شاء الله ما شاء الله لكن الله اللهم لك الحمد. ما تدخل في السعوديه كلها اظن ما تدخل مسجد على طريق الا تلقى كتابه لا حتى معنا اقول لك في عمان وفي كل الدول تدري حتى كتابه ذا انهم ترجموه في شو اسمه حقت الجاليات الجاليات الاسلاميه انهم ترجموه للغات للغات الجاليات اللي يجون اظن الاكثر من 37 ترجموه ذا ترجم على لغه كل بلد اللغه البنغاليه اللغه الهنديه اللغه الاندونيسيه اللهم لك الحمد. شوف حتى مترجم باللغات صراحه اكثر من 37 لغه ثاني صح إيه الله 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 يرحمه الله يجزاك خير ولا عليك سود كان عشان مسكت سلوم و علي علي اخذ نظر هناك ورا الكرسي ذاك اظن حق عثمان لا مو حق عثمان هذه سوداء. شوف حتى اللي لك ذا العين مع دبلك وقته الا هل هي سوداء لا ما مالتي انا خبر بس عادي عادي عبد الله الروقي ما شاء الله داخلين عبد الله الروقي هديه وفيها اسئله عليها الشبابيع الجايه من عند ابو عبد الله مسفر عط عط الشايب عط الشايب قد عنده اعطاك مسلط ابو قبلها مني شاب هذه من ابو عبد الله وفيها اسئله ان شاء الله في الاسابيع القادمه علوم السلام العلوم طيبه ابشرك علوم طيبه ولا عاد تزعل علي عشان ما افقع وجهك لا ازعلك زياده مو لي ذنب ولا لي دخل ولا لي اي شيء بس انفيسه انفيسه البخ 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 ماشي 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 وقع معكم تركني الدوسري عادي سلمان يقلد ابو رزقه عادي حق مفاجات سلمان يقلد ابو رزقه عادي ما جاء حق البارح حق انت تقلد فلان لا انت بعد لا ماشي فايدة تنزل يا اخي ما احب الجكيت عادي عادي حنشوف اللي يدخل كله والله ما انا بحب جكيت هذا فيصل عتب بس الجكيت يا الشوكليت عليكم السلام عليكم انتم خبرين طويل ايوه 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 انتم خبرين طويل ايوه طلعت يا طويل من مكان ما لان ذا طويل وطويل
والعارض وني وتبت الله يبيض وجهك وتبت انا الحرام يتبت انا في وجهي ما بغيت احاول شي ساره تسيسن 86 يلا تعدد الاهراب يزار يمين الله يكون اكشر بشر جابوها لا ما انا اضل عندي الحين هذا الحين العمر اول ما جانا شخص لي الحين لي 9 ايام ها تحت الغالبه هذا الله على بليتك ها